فكرة وعي روحي، ما أجمل أن يكشف لنا الرب حقيقة منطلق تفكيرنا واتخاذنا لقراراتنا. هل هي منه؟ هل هو المنبع؟ أم من الماديات، الأرضيات؟ كثيرا ما نتخذ قرارات يكون منطلقها تعلقنا بشيء أرضي كالسلطة أو المال أو العواطف البشرية. ويا حسرتنا عندما تخذلنا ونسقط من هوة إلى هوة أعمق لتكون هي القمة، هي المسيطرة. فعندما تصغي لآراء وقرارات الناس حول موضوع معين، ستجد إجابات مختلفة وستميز منبع أخذهم للقرارات. وأنت اليوم، هل سألت نفسك بالحقيقة هل أعطيت هذا الرأي أو اتخذت هذا القرار كوني متعلق بشيء أرضي وأصبحت أفكاري مستعبدة لهذا الشيء أو هذا المركز أو هذا الشخص؟ أم من المنبع الحقيقي، من الكلمة، من الألف والياء، البداية والنهاية، من النور الحقيقي، من الحق؟ حينها ستختبر حرية وسلاما داخليا، وسيثق الآخرون بك. فكن أنت هذا الشخص، تعلم الحق والحق يحرركم. آمين.